مساء الخير، مساء الصحة والجمال، مساء الفل على أحلى عيون بتشوفني النهاردة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن البروتين وشوية عن الصبغة وما لحقناش نتكلم عن البشرة. مختصر بسيط جدا من حلقة المرة اللي فاتت، ازاي نحافظ على شعرنا، امتى اعمل بروتين، امتى اقول لا شعري لا يصلح، امتى اعالج، امتى معالجش. لما تيجي تشتكي وتقدمي شكوى وتقولي انا شعري فيه تلف او شعري بايظ، الشكوى دي تقوليها لما تكوني خلاص اخدتي علاج ورحت للدكاتره ومفيش حاجه نافعه معاكي. طيب كتير قوي شكاوي كانت بتيجي بتقول سلمى شعري بيقع، سلمى اعمل ايه في شعري، وندي علاج وندي فيتامينات. وللاسف الشديد حب البدايات مش بس في حب الرومانسيه، لا حب البدايات بيبقى في اي حاجه، نجيب الحاجه نحبها في الاول ونهتم بيها وبعدين كسل شديد جدا. جبت لكم معايا النهارده سندس من اسكندريه عشان ناخد منها شويه خبرات كتير كده. هتتكلم معانا عن البروتين وازاي استخدم البروتين صح، واستخدم علاج ايه للبشره، واستخدم ايه علاج للشعر. فاستنوني بعد الفاصل عشان مش عايزه اضيع من وقت الحلقه وانا ارغي معاكم كتير. ومع سندس بعد الفاصل، ما تروحوش في حته تانية. سندس ازيك؟ نورتيني. عارفه ان انت جايه من مشوار بعيد واسكندريه بقى، والجو عندنا طبعا مش لطيف شويه، تعبتك معايا بس نورتينا. الله يخليك. قولي لي بقى يا سندس، اول حاجه بما انك بقى خريجه تربيه رياضيه، دخلتي المجال ده ازاي وليه حبيتيه ووصلتي للمكانه دي بس ما شاء الله في وقت قصير؟ كلمينا بسرعه. بصي يا سلمى، يعني انا حابه مجال التجميل. الست دايما لازم تبقى ملكه، لازم تبقى جميله في روحها وفي شكلها من زمان، وانا هاويه قوي قوي المجال ودخلته. لقيت نفسي فيه، عملت فيه كارير في وقت قصير قوي، والحمد لله انا معاكي النهارده وقدرت اثبت نفسي فعلا في وقت قصير. ما شاء الله. مرسي. انا سمعت كده ان انت في منتج، عايزاكي تكلميني عنه، وعايزه يعني معلومات كده منك سريعه عشان وقت البرنامج انت عارفه عندي مش كبير. تمام. انت قولي للعميله شعرك ينفع نعمله بروتين، وامتى نقول شعرك مش هينفع نعمل فيه بروتين؟ حلو قوي السؤال. اولا اول ما تدخل عميله لازم ابقى اثبت لها ان انا بروفيشنال، فاسالها الاول حالتها المرضيه والصحيه، لازم اعرف عندها انيميا، عندها اي بوادر صلع وراثي في العيله، عندها حمل او ولاده لا قدر الله طالعه من مرحله سقوط. لازم اثبت لها انا قد ايه بروفيشنال في المعامله معاها عشان اقدر افيدها واميز لها هي محتاجه ايه. لو ظهر عندها اي مشكله مرضيه ممنوع تماما ان انا ابتدي احط لها اي احماض بروتين على شعرها. ممكن ابتدي استخدم لها فيلر او بوتكس، والحاجات دي كلها احنا بنستخدمها على البارد تماما بدون اي حراره. نصيحتي النهارده لاي عميله، لو دخلتي عند اي بيوت سنتر وحسيتي ان الكلام مش بروفيشنال، معرفش مدى صحتك ايه، ما تتعامليش معاه، لان هو ممكن يكون حابب ان هو يبقى عنده عميله وخلاص اعمل لها اي حاجه. عايزين نطلع كمان بره فكره الصندوق القديم اللي هو كل الاساطير بتاعت زمان، المنتجات بتاعت البروتين اللي هي زي ما انت عارفه بدون اي اسامي، المنتج المعروف قوي اللي كلنا بقينا حافظين ندخل عند اي بيوت سنتر نلاقيه. النهارده انا بقيت مميزه عشان خرجت بره الصندوق. بعد اذنك بقى اتفضلي يا سلام. العميل داخل ما يعرفش يفرق ايه المنتج الحلو المنتج اللي مش حلو، ما يعرفش يعني ايه موضوع احماض امينيه، ما يعرفش يفرق ان في معادلات ما بين حاجه اسمها بي اتش. اوكي. ما يعرفش شعري انا ينفع ولا ما ينفعش، اللي هو لا انا شفت دعايه وشفت منتج بيفرد الشعر فانا فرحانه بده فعايزه اروح اعمل. هنا بقى انا عايزه اخليكي تتكلمي مع العميل بشكل مباشر. تمام. وتقول تقولي له واحد اتنين تلاتة، لقيت شعرك لقيت شعرك كذا، لا شكرا ما تجيش. اوكي، حلو قوي السؤال دوت، وفعلا دايما بيطرح عليا الحمد لله في الفترة الأخيرة. كلامي النهاردة للعميلة، لو شعرك فيه أي نوع من أنواع التساقط، سواء مرضي نتيجة حمل أو ولادة أو أي ضعف في صحتك، نو واي إنك تعملي بروتين على شعرك. ما تجيش خالص، ولا عندي ولا عند أي حد. بس الفترة دي طبعا انت عارفه الانواع الكتير اللي كانت موجوده كانت بتسبب نسبه تساقط فظيعه، اللي هي اللي زي ما احنا بنقول الاساطير. الاساطير النهارده العميل بيخاف بقى. لا، امتى نطمنه ونقول له لا المنتج ده مختلف مش زي المنتجات طبعاً القديمه؟ العميله لازم تبقى عارفه ان زي حاجات كتير قوي في الزمن اللي احنا فيه ده،
بتبيع اسمها. صح. فالمنتجات القديمه دي كلها اساطير بتبيع النهارده اسمها. عايزه النهارده اوجه كلامي لكل العملاء، النهارده في صرح كبير، انا نفسي بقى معايا توكيل كامل لمنتج منه، هي شركه MAM76. الصرح ده صرح مصري، احنا بنتكلم عن صرح مصري، ولكن قدر يثبت نفسه، وانا نفسي اديته الثقه ان ابقى وكيل في مصر والشرق الاوسط كامل لمنتج من منتجاته. يعني عايزين نخرج بقى بره فكره ان احنا نبقى حاطين نفسنا جوه صندوق مش قادرين نطلع بره. زي مثلا زي الناس كلها عندها فكره، انا عشان ابقى يعني شخص مشهور لازم يبقى معايا ايفون. طب وليه لازم؟ ما انا في عندي دلوقتي منتجات تانية للتليفونات ممكن تديني كفاءة اعلى من الايفون. وده اللي انا جاي اقوله النهاردة، ان احنا ممكن يبقى عندنا منتج في شكله النهائي بسيط قوي، مش شرط منتجي خالص، انا بتكلم بحيادية لكل المنتجات. يبقى المنتج دوت بسيط بس اديني نتيجة افضل بكتير من الاساطير اللي احنا تعودنا عليها من زمان. والاساطير دي ما بقاش ليها مكان دلوقتي، انا بالنسبة لي بقت خلاص معدومة. طيب انت بتمتنعي عن ان انت ما تشتغليش الحاله دي فقط، ولا بتقدمي حلول للعميله تتعامل مع شعرها ازاي لو عندها مشكله؟ لا طبعا لازم. بصي، اولا انا عندي يعني فكر شويه مختلف، ما عنديش حته حب الكسب المادي قد ما انا بحب اكسب الشخصيه. فانا بفضل متابعه معاهم، عندي جروب على الواتساب على الفيسبوك، لازم بفضل متابعه معاها لحد ما توصل للنتيجه النهائيه للشفاء تماما من الحالة المرضية اللي عندها، سواء بقى الحالة دي نتيجة فرد كيماوي قبل كده، سواء نتيجة مرض، سواء ضعف شوية في الفيتامينز. بعد كده ابتدي بقى اشوفها بعد ما شعرها ده يبقى بالنسبة لي انا بيرفكت تماما، ابتدي اقول لها انت بقى عايز تعملي ايه في شعرك دلوقتي. ابقى بتتعاملي ازاي مع العملاء الكسلانة؟ العملاء الكسلانة اللي تديها شوية كده نصايح وتقول لك اوكي تمام وتشتري الحاجة بالفعل. اللي غزني بقى ان هي بعدها تقول لك ايه، لا بصي اصلا خدت مرتين ثلاثه كده وكسلت الصراحه. بتتعاملي معاهم ازاي؟ بتقابلنا كتير. يمكن تكوني انت يعني في الفتره الاخيره صديقه ليا قبل ما نكون النهارده في البرنامج مع بعض، وده طبعا يشرفني جدا. حابه يعني احنا بنعرض الصور بتاعت شغلك للجمهور طبعا. فهم يتفرجوا بقى احنا عشان ناخد منك شويه خبرات كده قبل ما الحلقه تخلص. يا سلمى، يمكن تكوني عارفه ان انا في الفتره الاخيره يعني شبه قربت ابقى يوتيوبر، وانا يعني ايه دخلت كده اجباري. الناس بقت حابه طريقتي في التوصيل ما شاء الله، في الشرح، في المعامله. العملاء اللي بتبقى من النوع ده بتبقى عايزه شويه بوستيف انرجي. تمام، بتبقى عايزه شويه بوستيف انرجي. اوكي. بنبتدي نديلهم بقى بوزيتيف انرجي ازاي؟ هي بتبقى كسلانه ليه يا سلمى؟ هي بتبقى كسلانه انها فقدت الثقه في نفسها. لما اهملت نفسها بدات تبقى شايفه نفسها مش جميله. ببتدي انا اظهر لها الجمال اللي هي مش شايفاه. طب ايه اللي خلى الشعر يوصل لكده؟ شعرها بقى بيوصل لكده ده نتيجه اهمال. ببتدي الاول بس افهمها ان الاهمال اللي انت اهملتيه بقالك كتير ده مش هينتهي في يوم وليله، عشان اكون صريحه معاها. بعد ما صريحة معايا بتوصل للنتيجة اللي عايزها. يعني بصوا، قصة البروتين ومشاكله، أنا زي ما قلت لكم من أول حلقة هي عمرها ما تتحل في حلقة ولا اتنين ولا تلاتة، بس أنا هفضل أرخم عليكم لغاية لما تقولوا بقى إيه، تبنا إلى الله ونجيب كده شوية فيتامينات، ولو الحالة مستدعية للدكتور نروح ونهتم ونعالج. بعيد عن العلاج، إحنا سمعنا إن في حقن بلازما وفي ميزوثيرابي وفي الحاجات دي كلها، هل انسي بيت ممكن تنصحي عميله ان هي تروح للدكتور وتتعامل بالجلسات دي، ولا بس اللي هي مجرد مجموعه فيتامينات، لسيون تدليك للفروه، كورس معين تمشي عليه؟ لا طبعا، احنا كلنا تحت اشراف طبي في الاخر. تمام. تحت خضوع للطب، مجال التجميل لا يتجزأ عن الطب. فلو حالتها فعلا وصلت للمرحله دي اكيد بنصحها بيها، ولكن عشان اكون صادقه دي حالات نادرة قوي اللي بتوصل، ان هي فعلا محتاجه الميزوثيرابي ومحتاجه ان هي تعمل بلازما ومحتاجه الدرما. لا، الدرما دي بسيطه وفي حالات كتير بتحتاجها، بس في حالات كتير بيجيب نتيجه مع الدرما وهي في البيت. مظبوط، دي حقيقه فعلا بتقابلني فعلا حالات زي كده. ببتدي اقول لها لو سمحتي من فضلك انت اشتري الدرما بتاعتك بمهارتك عشان تكوني عندك الثقه ان هي بتاعتك،
ببتدي استخدمها لها وبقول لها وانتي مروحه اتفضلي معاكي الجلسه الجايه هنستخدمها. تفرق كتير قوي في الفراغات اللي بنلاقيها عندها من هنا او في وسط شعرها، بتبقى نتيجه دايما لحاله نفسيه، بتبقى شبه يعني بدايه صلع كده في جزء معين بيبتدي بعد كده ينتهي تماما وبينبت الشعر وبيجيب نتيجه ممتازه. بتنصحي بزيوت معينه في حمامات الزيت اللي بتتعمل او مع الدرما خالص. او ما بتنصحيش؟ ما بحبش بزيوت. لا في حاجات كتير اكتر بكتير من النتيجه طب بتاعت الزيوت. لو جات لك عميله بتستخدم زيوت تقيله جدا تمام وحابه تعمل معاكي سيشن بروتين، بتنصحيها بقى كام يوم غسيل وتتعامل ازاي وتحضر شعرها قبل الجلسه؟ بصي مبدئيا اللي بتحط زيوت خام دي احنا بنقول لها لمده اقل حاجه خالص 15 يوم انت موقفه تماما الزيوت. اوكي ويوميا انت بتغسلي شعرك بهيد اند شولدرز او شامبو كلير ضد القشره، لان الاثنين دول بينشفوا تماما اي دهون في الشعر. اي شامبو قشره عشان مش عايزين نقول اسماء تمام عشان ما يبقاش اعلان اعلان. اوكي للمنتج. ام سوري انا بس مش اي شامبو ما فيهوش مرطبات خالص. تمام عشان ينشف خالص اي دهون. تمام. ومع ذلك انا صادفتني حاله يوم الوقفه الساعه 9 بالليل انت بتبتدي الشعر، يمكن يكون هتبقى من عندكم من الفيديوهات. 9 بالليل 9 هتبتدي بالليل هنبتدي تعملي الشعر السيشن افرو افرو افريقي. هي جايه ده انا اكيد اصلا خلصتي زيت الصبح. زيتون خلصت فعلا الساعه 4 الفجر. زيت زيتون وما كانتش بتغسل شعرها تماما. بدات استخدم الكلاريفاينج معاها وضفت شويه اكسجين بس بسيط والحمد لله النتيجه كانت مرضيه جدا، الشعر طلع بيرفكت قوي. طب ليه بنضيف اكسجين ادام الكيرفاينج هيقوم بالمهمه لا دي؟ انت يا سلمى دي زيتون وهي شعرها اصلا افريقي جدا جدا افرو افريقي كمان. اوكي. شارب قوي زيوت قوي قوي نايم بقى انت عارفه يعني الشعر انت اللي قصدك ان كده الاكسجين بيعمل معادله بيعمل معادله مع من الكلاريفاينج الكيرفاينج بينشف بقى الدهون فبيخرج بسرعه كل الدهون اللي متشبعه في الشعرات، صح كده؟ بالظبط اوكي، عشان بالظبط بس المشاهد المشاهد اللي يفهم. بيتفرج يكون فاهم بيسمع بدقه. دي اوكي حقيقه تمام. دي حقيقه. والنتيجه طلعت مرضيه جدا جدا، هي كانت بنت عندها 15 سنه ما بقتش مصدقه ان هي فعلا وصلت للنتيجه دي. ده طيب. هنا السعاده بقى بسم الله ما شاء الله. اكيد طبعا انت اكيد هتقولي انا بتغيري جربت نفسيا نفسيا خالص، يعني يمكن حسيت ببهجه العيد من بعد لما شفتي الفرحه في الفرحه عينيها. في عينيها قد ايه بتدعي بصي انا عارفه ان الشعر بيأثر نفسيا جدا جدا على كل الست، حاجه كل حاجه وبتبقى هي نفسها تنام تصحى تقوم شكل شعرها حلو كل بس حاجه. في ناس مش كل الطبقات معاها المقدره ان هي تروح تعمل سيشن بروتين او سيشن بوتوكس، فاحنا عايزين نقدم لهم نصايح بسيطه علشان يبقى شكل شعرها حلو بدون عمليات فرد. حلو قوي السؤال ده. بصي يا سلمى مبدئيا كده لازم يبقوا عارفين شعرنا وبشرتنا وفي الغالب كمان ضوافرنا، دول ثلاث حاجات كائنات دول بيتنفسوا مرتبطين وحيين ببعض. وحيين لازم اديهم الاهتمام. صح. بشرتنا اول حاجه، تاني حاجه، تالت حاجه، ثلاث مراتب. الميه الميه لازم طول ما احنا بنشرب ميه بشرتنا في حاله الميه ليها علاقه رونق. بالشعر الميه ليها طبعا ولا ليها علاقه اكتر بالبشره؟ ليها علاقه اكتر بالبشره تمام. ولكن برضو بتغذي جدا جدا الشعر. شعرنا على طول خضار خضار لسه أقولك. سحر سحر. الناس اللي ما بتهتمش اصلا بالغذاء، يعني انا اعرف ناس كتير جدا مش بياكلوا خضار، سلطه نو، مفيش لبن، السمك ده لا، يعني عن بنتي الصغيره انا كمان اتحدث، يعني انا عندي بنتي كده، عندي طفلتي كده، ما فيش عندي الكلام ده. هل الناس بقى اللي بعيد عن كل الحاجات دي في بدايل تاخدها عشان تعوض الفيتامينات اللي ما بتدخلش الجسم؟ مهما كان البديل حتى لو يو اس اي، انا هكلمك عن تجربتي انا شخصيا. تمام. انا بعد ابني الاخير عنده 5 سنين يعني من بعدي او من خلال الحمل بشربش لبن نهائي نهائي، اي منتجات بيض البان نهائي. النهارده متدخليش الكالسيوم في اي حاجه خالص. النهارده انا وصلت لدمار شامل فعلا بسبب ده. مهما كانت الفيتامينز اللي انا باخدها، يعني باخد فعلا فيتامينز فوق ما تتخيلي، يعني بجيبها كلها من بره ولا اي حاجه. النسبه بتاعه التحرك للتحاليل يكاد معدومه، مفيش افضل من الطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها طب كل لو حاجه. انت في الطبيعه مش قادره تعملي ده
انا مش بحب اللبن. ايه بقى البديل؟ ادخل اللبن في اي حاجه، يعني اللي انا خسرته زمان دلوقتي بنصح بيه الناس، دخلي اللبن في اي حاجه. ممكن عصير صوبيا، ممكن فراوله باللبن، جوافه باللبن، كل ده. لو من المستحيلات حد من المشاهدين يدخل لبن في اي اكل او حاجه، اللبن اللبن ما ينفعش ناخد كالسيوم يعوض ده؟ بناخد بقى كالسيوم زنك يو اس اي، تمام، بيقدروا يجيبوه من اي، ده اللي انا بتكلم فيه. لا للحالات اللي هي غصب عنها مش قادره تدخل العناصر الغذائيه للجسم والبشره بنحاول الاول معاهم عشان ده واجبهم علينا، احنا لازم بننصحهم، بنغلس الاول بالاكل. وبنحاول مره واثنين وثلاثه، مفيش بقى خلاص لازم ندخل ادويه. اعتبري الاكل ده دواء. طب ليه تلجئي للدواء؟ اعتبريه دواء، خديه غصب عنك. مفيش بقى خالص نوايا، يعني بتقدر تاخد بقى كالسيوم زنك يو اس اي، بتجيبه من اي صيدليه بس بتبقى مشهوره شويه. هل في روتين يومي للشعر ولا روتين اسبوعي افضل؟ اسبوعي افضل. طب البشره هي اللي لازم مننا. عايزين بقى تفيدي المشاهدين، ايه الروتين الاسبوعي إيه المفروض يتعمل عشان يحافظ على شكل الشعر ويكون شعر صحي؟ تمام. اول حاجه ننصح بيها الساده المشاهدين، مش لازم تكوني عامله سيشن على شعرك، سواء روتين او نينو او فيلر او بوتكس، ايا كان اللي انت عملتيه، عشان نبتدي نستخدم منتجات تبقى فري صوديوم، فري سيليكون، فري سلفات. لا، انت الطبيعي بتاعك انك بتستخدمي منتجات تبقى ما فيهاش اي ماده ضاره زي الصوديوم او السلفات او السيليكون، كل دي مواد ضاره في شعرك. تمام. ده مبدئيا. اسبوعيا لازم اعمل ماسك على شعري يكون من براند محترم انا اشتريت منه الافتر كير بتاعتي ما كلها. ينفعش حاجه طبيعيه، لاني خلينا متفقين انا كمشاهد ظروفي مختلفه عن مشاهد اخر. ممكن نعمل حاجه في حد بيبقى امكانياته مش سامحه ان هي تروح تشتري براند او تدفع مبلغ وقدره في حاجه عشان تحطها على شعرها. فاحنا دايما انا ببقى عايزه الضيف اللي موجود يقدم بدائل طبيعيه عشان نوفر على الناس شويه. انت عارفه الازمه الاقتصاديه اللي احنا بقينا فيها دلوقتي. اول بديل لشعري، يعني هو حاجه بس ممكن مش اي حد بيستحملها، المايونيز. ونبتدي نضيف للمايونيز صفار بيض. تمام. مش حابه بقى الريحه اللي ممكن يعملها، ممكن تعملي حاجه بسيطه قوي، هتشتري زيت لافندر من العطار، وحطي نسبه بسيطه قوي. عايزين نفكرهم بقى الريحه، ان اي زيوت هتتحط على الشعر او البشره تكون معصوره على البارد عشان هم ما يروحوش يشتروا. لسه أي كنا زيت هتكلم معاكي لسه في النقطه ديت، ان انت لازم تتحري الدقه في العطار اللي انت هتشتري منه، قولي له لو سمحت ده ما يعوضش. لو انا قدامي نبات اللافندر مش زيت، ما ينفعش ادخله في الوصفه؟ ينفع طبعا. حلو. ده هو اساسه. تمام. عشان اغير الريحه، هو يعني هيعمل لي فايده بس في الاساس هيغير لي الريحه عشان يعني ما تضايقنيش. اوكي. اولا المايونيز وصفار البيض هيديني فعلا، دي حقيقه، نسبه فرق. ده اللي انا عايزه اقوله، ده اللي انا عايزه اوصله في نهايه الحلقه عشان احنا وقتنا شبه خلاص بنخلصه. العميل او المشاهد اللي بيتفرج علينا مش معاه فلوس يروح يعمل بوتوكس او بروتين، وعايز شكل شعره حلو. فانت قولي لنا بقى الوصفه كده عشان قبل ما نختم الحلقه. سريعه. تمام. اوكي. بنحط المايونيز وعليه يعني مثلا بمقام 3 معالق مايونيز كبير، صفار بيضه، ونبتدي نعملهم بالويسك كده، نضربهم كويس قوي، نبتدي نحطهم على الشعر، نوزعه كده كاني ماسك على شعري، واسيبه من ساعه لساعتين. ممكن نلاقي شعري بدا شبه نشف كده، فاحس ان هو مفرود. انا بحس فعلا كده. ونغسل بعد الساعه ونص او ساعتين بايه؟ بميه، لو احنا قادرين ميه دافيه يفضل. مش قادرين شامبو وقتها ولا اي حاجه؟ لا، ما انا غاسله شعري اصلا بالشامبو. اوكي. انا عشان بواقي المايونيز اللي بقصده وريحه ريحه البيض اللي في الخلطه ده. لا تمام. احنا هنغسل بقى بعد كده اهوت بميه، ممكن بقى استخدم بلسم شويه، بس اساسا هو هينزل كله. ابتدي استخدم بميه كويس قوي، انا مش عايزه ارجع استخدم الشامبو تاني عشان ما يدينيش نسبه
شويه نشافين، انا عايزه اخد من الخلطه سندس. الطريان. انا بجد بحييكي. الحلقه بتخلص بسرعه، معرفش ازاي. انا كنت سعيده جدا جدا معاكي، سعيده بالبرنامج، سعيده بالساده المشاهدين، يا رب اكون قدرت افيدهم. لا انا استفدت عن نفسي. ميرسي جدا يا سلمى لذوقك، ان شاء الله نتقابل تاني ان شاء الله نستفاد من خبرتك ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله، وانتظرونا في كل ما هو جديد والحلقه الثالثه، وهنتكلم برضه على البروتين. السلام عليكم.